حل مشكلتي والتزاماتي مع أقاربي وأصدقائي، فأنا أنوي الحج هذه السنة. ولما أخبرتهم حملوني أمانات عديدة وطلبوا مني مطالب كانت بسيطة لكنها كثرت ولا أستطيع تحقيقها كلها، وأنا تحملت لهم هذه الأمانات التي منها مجموعة وصوني أطوف لكل واحد منهم سبيع. طبعا نعم تقول سبيع. طيب نعم نقول هو طبعا عدد المطالب لكن سنأتي بكل مطلب نعم. هذا لا يلزمه أن يفعل ولو أوصوه بذلك ولو تعهد به لهم، لأن هذا اختلف أهل العلم في كونه نافعا لمن جعله له، هل يصل إليه الثواب أو لا يصل. ثم إن فيه في أيام المواسم فيه مخالفة للسنة، فإن السنة أن لا يزيد الإنسان في موسم الحج على أطوفة النسك، وهي الطواف أول ما يقدم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، وهذه الأطوفة التي عهد بها يلزم منها مخالفة السنة. وعلى هذا فنقول لا حرج عليك إذا لم تفي لهم بهذه الوصايا التي أوصوك بها. نعم.